سيدي في بعض الأخوان يقول لك الإمام بقول ما في داعي إنه المأموم أن يقرأ الفاتحة، لا تجعل له مجال. الشيخ بحثها بالدرس الأسبوع الفائت، أنا في الحقيقة علقت عليها على حسب مطالعاتي. قراءة الإمام قراءة للمأموم حديث صحيح بدون شك، والآية كمان توجب علينا الإنصات لقراءة الإمام حتى نتعب ونتفكر ونتدبر معناها. وهنا بقول مجلس العلماء كبار العلماء في الأزهر جاء طبعا الحديث اللي تكمل للاعتراض، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث مطلق لم يقيد كان منفردا أو كان إماما، المسألة مطلقة. ولذلك قالوا في سكتة الإمام بعد الفاتحة يقرأ المقتدي المأموم يقرأ سرا، يعطيه فرصة ولا اسم على الإمام، ولم يفرضوا أنفسهم على الإمام ليوقفوه كما تفضلتم قبل ذلك. هذا اللي أنا حكيته بس. فغير الأخير بارك الله فيك. الحديث كما قلت، لكن مثل ما قالوا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذه الكتاب، حديث عام فعلا بيشمل كل صلاة، سواء كانت صلاة منفرد أو صلاة مقتدي أو صلاة إمام. لكن يقابله نصوص أيضا هي نصوص عامة، وأنت أشرت آنفا بنفسك إلى الآية، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا يقال في هذه الآية مثل ما نقلت أنت عن علماء الأزهر، وهذا طبعا أنت المسؤول عن هذا النقل يعني على عهدتك، نحن ما ندري إن شو قالوا. أي نعم، أنه قالوا أن هذا الحديث مطلق ما هو مقيد. كذلك يقال بالنسبة للآية، الآية بدك تصبر عليه، وما صبرك إلا بالله. الآية كما تسمع فاستمعوا له وأنصتوا، ما قال لا في الصلاة ولا داخل الصلاة، خارج الصلاة، لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة، أي أول عهدي. ثاني شيء، ما قال في السرية دون الجهرية، وإنما الآية مطلقة. فهون صار في نصين مطلقين، فأي النصين يقيد الآخر ويخصصه؟ هذا من دقائق علم الفقه الذي يسمى بعلم أصول الفقه. ثم يضاف إلى الآية حديث صريح وصحيح، وهو أيضا مطلق غير مقيد، ألا وهو قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. ما قال أيضا وإذا قرأ فأنصتوا، ما فرق بين مقتدي وبين سر وبين جهر، وإنما مطلقا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وواضح جدا أن كلمة أنصتوا سواء في هذا الحديث أو في الآية السابقة
الثاني أن نسكت إذا كان هناك قراءة مسموعة. أي ولذلك كانت الآية مع الحديث بعمومهما وشمولهما توجب على المقتدي أن لا يقرأ وراء الإمام الذي يجهر بالقراءة. مذهب الشافعية دون بقية المذاهب الأخرى يوجبون على المقتدي أن يقرأ الفاتحة ولو كان هو يجهر بالقراءة، ويقولون الحديث لا صلاة لمن أقرأ في هذا الكتاب مطلق أو عام، ما هو مقيد بصلاة سرية دون جهرية. لكن نفس الشافعية مع مرور الزمن وتحرر العلم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن ينضموا إلى مذهب الجماهير الذين يقولون بأنه لا يشرع أن يقرأ المقتدي والإمام يرفع صوته. ولمن يرفع صوته الإمام إذا كان المقتدي مشغول بنفسه عن الإصغاء لقراءة إمامه؟ لذلك اسمح لي، بارك الله فيك، قلنا لك اصبر وما صبرك إلا بالله، لو إنك لحظة صبرت علي قلت لك لذلك أوجدوا مخرجا لأنفسهم بفرضوا على الإمام أنه يسكت هذيك السكتة. لماذا؟ لأنهم ما عقلوا مع الجمهور، ما عقلوا أن المقتدي يقرأ والإمام يجهر، فقالوا إذن نحن نقول بأن على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليتفرغ المقتدي لقراءة الفاتحة لنفسه. نحن نقول الآن هذا المخرج لا يصح أن يكون مخرجا إلا لو ثبت في السنة أكثر من 20 سنة وكان يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية. فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة؟ الجواب لا. فإذا لماذا نحن نوجد مخارج لأنفسنا كان المقتضي لإيجادها موجودا في عهد الرسول عليه السلام، مع ذلك ما أوجد الرسول هذا المخرج؟ هذا المخرج جاء من خطأ فهم
أمته أكثر من 20 سنة، وكان يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية، فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة؟ الجواب لا. فإذا لماذا نحن نوجد مخارج لأنفسنا كان المقتضي لإيجادها موجودا في عهد الرسول عليه السلام، مع ذلك ما أوجد الرسول هذا المخرج؟ هذا المخرج جاء من خطأ فهم الحديث بأنه عام يشمل حتى المقتدي وراء الإمام في الجهرية. من أين جاء الخطأ؟ من عدم التنبه للحديث الذي أنت قلت لا شك في صحته، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. إذن الإمام حينما يقرأ جهرا وأنت تسمع وأنت تتدبر ما يقرأ، حصل لك المقصود من قراءتك لنفسك لو قرأت والإمام ساكت والإمام مسر. بل أنا ألاحظ شيئا، المستمع للتلاوة باستطاعته أن يتدبر أكثر من القارئ نفسه، صحيح ولا لا؟ إذا كان الأمر كذلك فحينما يقرأ الإمام وأنت تصغي لقراءته فقد حصل لك القراءة وزيادة. لذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه، هما روايتان مرة لابن مسعود ومرة لأبي بن كعب، قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فإذا ربنا عز وجل حينما أوجب الإنصات على المقتدين السامعين لتلاوة القرآن إنما أوجب ذلك لأمر مرغوب عند الله، وهو أن يستمع هذا السامع لقراءة الإمام ويتدبر فيما يقرأ. أما لو أنت قرأت والإمام يقرأ ما تستطيع أن تتدبر ما تقرأ أبدا، لأنك أنت مشغول بالإصغاء ومشغول بالقراءة. والله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فأنت واحد من التنتين، إما أن تنتبه لقراءة الإمام وتتدبر فيها، وإما أن تنتبه لما تقرأ أنت في نفسك. لهذا كانت المذاهب الثلاثة أن المقتدي يقرأ في السرية وينصت في الجهرية، وبذلك تجتمع النصوص الشرعية. وهنا مسألة فيها شيء من الدقة من الناحية الفقهية. الحديث الأول، لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، حينما تنقل أنت عن علماء الأزهر بأنهم قالوا عليكم السلام أن الحديث مطلق، السلام، نحن نقول هذا الحديث ليس على إطلاقه، فقد دخله تخصيص باتفاق جماهير العلماء المسلمين ومنهم الشافعي أنفسهم. أنت الآن إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا واقتديت به وركعت معه، أدركت الركعة أم لا؟ أدركت الركعة. ماذا فعلت بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب؟ لم يبقى الحديث على عمومه، دخله التقييد والتخصيص، فصار معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا لمن لم يستطع أن يقرأ الفاتحة في صورة من الصور، منها أن يأتي المسجد فيجد الإمام راكعا فلا يستطيع أن يقرأ الفاتحة لأنه سيرفع رأسه، فإذا هو يركع مع الإمام ومحسوب الركعة له، ومحسوب له الركعة، ما أنه ما قرأ الفاتحة.
إذن الحديث هذا ليس على إطلاقه. ماشي، إذا بالنسبة لما دام إلي شافعية في ناحية أصولية، إذا الحديث تعارضت زي الحديث هذه، فمش يعني مش الأفضل التوفيق بيناتهم؟ أول هل حمل الشافعية على يقولون يقرأ بعد قراءة الفاتحة بعد الإمام في سكتاته أنهم وفقوا بين الحديث المتعارضة؟ عفوا، الظاهر أننا نسينا ما قلنا. التوفيق بين الأحاديث ما يكون بمخالفة السنة، فقد ذكرت آنفا أن ما تسمح لي بارك الله فيه نص الكلام يقولون ما عليه جواب، فأقول ذكرنا آنفا أن الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة حينما كان يصلي بالناس في الصلاة الجهرية ما كان يسكت، فما بيكون الجمع بين الأحاديث بأنه نجيب نحن حل يخالف سنة الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة، نجيب حل من نفس الأحاديث، وهذا الذي كنت أنا في صدد إتمام بيان الحل، لأني قلت لأمر ما ذكرت أن حديث لا صلاة لمن يقرأ ليس مطلقا كما نقلت عن العلماء، وإنما هو مقيد في بعض الصور، ذكرت صورة متفق عليها بين العلماء وهي إذا دخل المسجد وجد الإمام راكعا فاقتدى به وركع معه فصلاته صحيحة مع أنه ما قرأ الفاتحة. إذن هذا الحديث لم يبقى على عمومه وشموله وإطلاقه. هنا بقى الآن يأتي جواب سؤالك الأخير، وهو كان سيأتيك عفوا بدون طلب منك. إذا تعارض حديثان عامان كل منهما عام، فأيما يسلط على الآخر ويخصص؟ قال العلماء إذا كان أحد النصين العامين دخله تقييد أو تخصيص بحيث ضعف عمومه وإطلاقه فهو الذي يسلط عليه النص العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ولا تقييد. هذه قاعدة مهمة جدا جدا من الناحية الفقهية. بالنسبة لمسألتنا الآن وضحت، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هل هناك حالة من الحالات لا يسمع الإنسان ويجوز أن يلغو والقرآن يتلى؟ أبدا. كذلك قوله عليه السلام في الحديث السابق إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، ما دخل تقييد لأنه ماشي مع الآية تماما. إذن هنا عمومان تعارضا، عموم لا صلاة وعموم فأنصتوا، ما فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيقيد العام المقيد للعام غير المقيد. مثاله الآن مثاله للفائدة كثير ناس